وكره إفراد رجب وكره إفراد رجب وذلك لأن فيه إحياء لشعار الجاهلية ولأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صومه شيء. وقد أشار شيخ الإسلام إلى أن كل الأحاديث الواردة في فضل رجب وصيامه ضعيفة أو موضوعة، قال والجمعة، وذلك لما جاء من أيضا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم الجمعة إلا يوما قبله إلا وقبله يوم أو بعده يوم، والحديث في المتفق عليه، وذلك لأن الجمعة من الحكم أن الجمعة عيد، إن الجمعة عيد وفيها أيضا أعمال، والصوم قد يضعف المرأة عنها. ولكن هذا الحديث مشعر بالخصوصية، مشعر بالخصوصية يعني مشعر بالنهي لأجل تخصيص يوم الجمعة بالصوم، فلو صامه لأنه وافق فراغه ولم يكن ذلك على سبيل التخصيص فرأى بعض أهل العلم خلافاً طبعاً للمذهب جواز ذلك. وممن اختار هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، كثير من الإخوة في الشركات ليس عندهم فراغ إلا يوم الجمعة فيقولون نحب أن نصومه، فهل يشرع ذلك؟ فقد أفتى الشيخ ابن عثيمين في مثل تلك الحالة بجواز صيامه ما لم يخص ذلك. والحقيقة أنه يوم الجمعة وليلة الجمعة ليس لا ينبغي أن تخص بعمل لم يرد، لأن بعض الناس ألاحظ أنه في ليلة الجمعة مثلا يقول أكثر من الدعاء يعني، ويرى أن قيام مثل هذه الليلة له أفضلية ومثل ذلك في يوم الجمعة، وإنما يقتصر فيهما على ما ورد. قال بعد ذلك والسبت، وذلك للحديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، والحديث يعني ضعفه بعض أهل العلم، ولذلك أشار شيخ الإسلام إلى جواز الصوم يوم السبت وعد هذا الحديث شاذا أو منسوخا. قال بعد ذلك المؤلف والشك، وهنا أسألكم سؤالا، تذكرون في بداية الكتاب إيش قالوا عن صيام يوم الشك؟ عن صيام اليوم، عشان أكون أدق، عن صيام اليوم الذي حال دونه غيم أو قتر، قالوا وجوب الصيام. طيب هنا إيش يقولون؟ يقول وكره، ما الجمع بين هذين؟ أيوة جميل، أحسنت. بعض الإخوة استشكل هذا وظن أنه خطأ في المتن أو من كلام الفقهاء، والصحيح إن المذهب يرون أن يوم الشك ويوم الثلاثين إذا لم يحل دونه غيم أو قتر، وبناء عليه يكره له أن يصومه إذا لم يعلم بدخول رمضان، وإلا فإنه إذا علم بدخول رمضان وجب الصوم، وجب الصوم. فإذا هم يفسرون يوم الشك بخلاف ما يفسره من قال بوجوب صومه بوجوب فطره بناء على حديث عمار، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، ومنه تعلم إنهم مطردون ولم يتناقضوا. قال وكل عيد للكفار يعني يكره إفراده، عفوا، وكل عيد للكفار وتقدم رمضان بيوم أو يومين ما لم يوافق عادة في الكل. صوم أعياد الكفار إن كان مقصودا لكونها أعيادا فإنه لا يجوز، فإنه لا يجوز وهو عندئذ ممنوع أو محرم شرعا، لأن ذلك تعظيما، لأن ذلك تعظيم لها، ولذلك رأى شيخ الإسلام تحريمه، وإن كان ظاهر كلامهم الكراهة دون التحريم. وفسر رحمه الله تعالى قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور أو ممن يعني، وفسرها بعض أهل العلم بأن الزور هنا عياد الكفار، وأشار رحمه الله تعالى وغيره إلى أن هذا من التشبه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، وصيام هذا اليوم تعظيم وتشبه بهم. قال وتقدم رمضان بيوم أو يومين ما لم يوافق عادة في الكل، هذا أيضا من المكروهات للنهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين. قال بعد ذلك وحرم هنا المحرمات يعني الصوم المحرم، حرم صيام صوم العيدين مطلقا، وذلك الحديث أبي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم العيد عن يوم الفطر ويوم النحر كما في الحديث المتفق عليه.
قال وأيام التشريق يعني صوم يوم العيدين مطلقا في كل الحالات لا يستثنى من ذلك شيء، لكن أيام التشريق حرم صومها إلا في حالة من كان عليه صوم عن فقد أو عن عدم قدرته على دم المتعة، ولذلك قال وأيام التشريق إلا عن دم متعة وقران، فقد جاء في النص لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما في صح أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، وهذا من أدلة وجوب الفطر في أيام التشريق. ومنه تعلم إنه ما يصنعه بعض الناس من صيام أيام التشريق وهم غير حجاج ولا يعني يكون ذلك عن دم متعة إنه محرم، إنه محرم بل الواجب عليهم كانوا حجاجا أو كانوا في بلدانهم أن يفطروا تلك الأيام. قال بعد ذلك ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر، وذلك كما حكى ابن قدامة بلا خلاف بين أهل العلم، وهذا والله أعلم لأنه واجب وقد شرع فيه، والتوسيع في صيامه إنما كان لأجل الحاجة، فلما شرع دل ذلك على عدم حاجته على التوسيع فحرم قطعه، وهذا بخلاف ما لو كان تطوعا فالمتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. قال أو نفل غير حج وعمرة كره بلا عذر، فيكره له إن كان التطوع أو الصوم تطوعا ما لم يكن ذلك التطوع بعمل يعني بحج أو عمرة، لكن كلامنا هنا عن الصوم وهذا منه رحمه الله تعالى استطراد، فإنه عندئذ مكروه لعموم قوله ولا تبطلوا أعمالكم، لكنه جائز ولا مانع منه شرعا. قال بعد ذلك فصل، هذا الفصل في الاعتكاف، وأرفقه هنا بكتاب الصيام لأن الاعتكاف يكون في رمضان على أكمل أحواله، الاعتكاف المسنون الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو في العشر الأواخر من رمضان، ولذلك كان الأليق به أن يكون في هذا الموضع. قال فصل والاعتكاف سنة، لم يعرف الاعتكاف كما في عادته لأنه مختصر، فلذلك عرفه المؤلف في الزاد فقام لزوم مسجد لطاعة الله. ويصدق عندهم يعني عند الحنابلة وعند أكثر الفقهاء على كل لبث ولزوم في مسجد ولو لحظة فإنه عندئذ يكون اعتكافا كما قال في الفروع، وهو ما يفهم من كلام الجمهور، وقيده المالكية باليوم والليلة لحديث عمر إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، فقالوا هذا أقل ما ورد فيقتصر عليه، فإذا يقال إنه الاقتصار يكون على ليلة، وإن كان المالكية يضيفون إلى الليلة اليوم. قال بعد ذلك وهذه أقوال كلها قد قيل يوم ويوم يوم وليلة وليلة وأقل من ذلك كساعة ولحظة ونحو ذلك. قال والاعتكاف سنة، الاعتكاف سنة لأنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعتكف في رمضان، وقد أجمع أهل العلم عليه، كما أن ذلك أيضا مشفوع أو مؤكد بما يترتب عليه من فضل عظيم ولزوم للمسجد واستكثار من الطاعة، إلا أنه لم يرد في فضل الاعتكاف حديث صحيح ولا يضيره. قال ولا يصح ممن تلزمه طبعا، وأفضله أفضل الاعتكاف ما يكون في رمضان، ما يكون في رمضان في العشر الأواخر منه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومداومته عليه، ويكون اعتكافه في رمضان للعشر الأواخر من حين غروب شمس ليلة الواحد والعشرين، لأنها مما يرتجى فيه أن تكون ليلة من ليالي القدر. وأما ما جاء في حديث عائشة من أنه إذا صلى الفجر دخل معتكفه، فالظاهر إن المراد دخل معتكفه يعني مكانه الذي في المسجد، وإلا فهو موجود أثناء صلاة الفجر، ومع ذلك ربطت دخوله للمعتكف بعد الصلاة، مما يدل على أن القصد المكان الذي في المسجد، وهذا
يؤكد ما ذهب إليه الجمهور من أن دخول المعتكف يكون من غروب شمس ليلة 21 وخروجه عندهم يكون على سبيل الاستحباب إلى صلاة العيد ليصل طاعة بطاعة وليكون عليه أثر العبادة، لكنه ينتهي بغروب شمس ليلة العيد، ينتهي بغروب شمس ليلة عفواً آخر يوم من رمضان وإعلان العيد. ويصح بلا صوم على الصحيح سواء كان مسافراً فأفطر أو كان معتكفاً في غير رمضان، وذلك لحديث عمر المتقدم قال: ولا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا في مسجد تقام فيه إن أتى عليه صلاة، لأن الاعتكاف في غير المسجد الذي تقام فيه الجماعة يفضي إلى ترك الجماعة. قال: وشرط له طهارة مما يوجب غسلاً. قال: وإن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة فله فعله في غيره، إن نذر الاعتكاف أو أن يصلي في مسجد غير المساجد الثلاثة فله أن يفعل الاعتكاف في غير هذا المسجد، لأنه لا ميزة تخص هذا المسجد دون غيره إلا إذا كان من المساجد الثلاثة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ومفهوم هذا إنه يتعين إذا كان لأحد هذه المساجد الثلاثة، وعند ابن تيمية يتعين إذا امتاز عن غيره بميزة شرعية ككونه بعيدا مثلا أو عتيقا أو أكثر جماعة أو نحو ذلك. أما المساجد الثلاثة فإن خص أحدها فإنه لا يكون بما هو دونه كما سيأتي الإشارة إليه. قال: وفي أحدها فله فعله فيه، يعني في هذا المنذور وفي الأفضل له فعله، لو نذر أن يعتكف في الأقصى نسأل الله من فضله وأن يحقق ذلك قريبا، فإن له أن يعتكف في الأقصى أو في المسجد النبوي لأنه أفضل، لو نذر أن يعتكف في النبوي فله فيه وفي المسجد الحرام، لو نذر أن يعتكف في المسجد الحرام فليس له أن يعتكف فيما دونه. قال: ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا إلا لما لا بد منه. من اعتكف منذورا متتابعا فإنه لا يجوز له، مثل لو قال سأعتكف 10 أيام، لا يجوز له أن يخرج أثناء تلك 10 أيام إلا لما لا بد له منه، لحديث عائشة: والسنة في المعتكف أن لا يخرج إلا للحاجة التي لا بد له منها. وهذا كما يشير الفقهاء ما لم يكن قد اشترط، فإن كان اشترط الخروج لمثل تلك يعني الحاجات فإنه عندئذ يجوز. وعند أحمد: له عيادة المريض وشهود الجنازة وليأتي أهله وغيرهم وهو قائم، كما روى ذلك علي، كما روي أيضا ذلك عن علي عند عبد الرزاق. وهذا يؤيد عدم الاشتراط، والحقيقة إن الاشتراط في الاعتكاف لا أصل له إلا القياس على الاشتراط في الحج، وبينهما فرق لما تعلمون من أن الحج يلزم بمجرد المضي فيه، بينما الاعتكاف لا يلزم إلا إذا كان منذورا. ومنه تعلم أن الاعتكاف في 10 الأواخر من رمضان لا حاجة لأن يشترط المرء فيه، لأنه أولا لا يلزم كما لو كان منذورا، فيمكنه عندئذ أن يخرج لحاجته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته زوجه فخرج يقلبها فمر به الرجلان فقال: على رسلكما فإنها صف، إلى آخر الحديث، ولم ينقل أنه اشترط، لم ينقل عنه أنه اشترط، وهذا مضعف لإثبات الاشتراط في الاعتكاف. وما كان من عيادة مريض وشهود جنازة وحاجة أهل ونحو ذلك فهو ثابت له من غير اشتراط، كما في حديث عائشة المتقدم. قال بعد ذلك: ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا بشرط. قد تقدم الكلام على هذا. ووطء الفرج يفسد الاعتكاف، لقوله تعالى: لا تبشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، لأن هذا مناقض لمقصود الاعتكاف. وكذلك إنزال بمباشرة لما تقدم أيضا وهو في حكمه. قال: ويلزم لإفساده كفارة يمين، يلزم لإفساد الاعتكاف عندهم كفارة يمين، وذلك إذا كان منذورا. فأما إذا كان الاعتكاف مسنونا كما هو الاعتكاف في 10 الأواخر من رمضان فإنه عندئذ لا يلزم في إفساده شيء. قال: وسن اشتغال بالقرب واجتناب ما لا يعنيه، وذلك لأنه المقصود
بالاعتكاف وهو التقرب والتفرغ لطاعة الله تعالى. هنا مجموعة من الإجماعات، إجماعات الاعتكاف. قال ابن قدامة في المغني: لا خلاف بين العلماء في أن الاعتكاف مسنون ولا يجب إلا بالنذر، كما نقله ابن المنذر. نقل ابن عبد البر الإجماع على أن من نوى اعتكاف مدة فدخل المعتكف ثم قطعه فإنه يلزمه قضاؤه، وقد رد الموفق رحمه الله دعوى الإجماع. انعقد الإجماع على أن الإنسان لو نوى الصدقة بمال مقدر وشرع في الصدقة به فأخرج بعضه لم تلزم الصدقة ببقي، هذه ذكرها في موطن الاعتكاف وإن لم تكن منه. لم يصح الاعتكاف في غير مسجد إذا كان المعتكف، لا يصح الاعتكاف في غير مسجد إذا كان المعتكف رجلا. قال ابن قدامة: لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم. لا خلاف في أن المعتكف، أن للمعتكف الخروج، لا خلاف في أن للمعتكف الخروج لما لا بد له منه، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على هذا أيضا. يجوز للمعتكف صعود سطح المسجد، لا نعلم فيه خلافا، وهذا ترى يصنع كثير من الإخوة عند طلوع الشمس من أيام الأوتار، يتأكد هي بشعاع ولا بلا شعاع، فصعد السطح ولا صعد المنارة، لا خلاف في أن ذلك لا يفسد اعتكافه إن شاء الله تعالى. يجوز للمعتكف أو يحرم على المعتكف الوطء ويفسد اعتكافه به إذا تعمده بالإجماع، وقد نقله ابن المنذر أيضا. إذا نذر الصمت فلا يلزمه الوفاء به ولا نعلم فيه خلافا. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لمن نذرت الصمت: إن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية ولم يخالف أحد من الصحابة فيما علمنا، كما قال ابن قدامة. كل هذا كلام ابن قدامة. إذا حاضت المعتكفة وجب عليها الخروج من المسجد، وهذا لا خلاف فيه. لا كفارة على الحائض التي تركت الاعتكاف أيام حيضها، لا نعلم فيه خلافا. هذه عشر إجماعات ذكرها ابن قدامة، وتعقب بعضها في موطن شرح كتاب الاعتكاف في كتابه المغني. هذا ما يتعلق يعني شرح الصيام والاعتكاف على عجل لا يسلم من خلل. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا وإياكم ما في ذلك من زلل، وأن يجعله حجة لنا لا علينا.